وفي يوم شرطة البحرين الذي يوافق 14 من ديسمبر من كل عام يؤكد الواقع الميداني أن نعمة الأمن تسود مملكة البحرين، الأمر الذي يستحق منا أن نعرب لرجال الأمن عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا على عطائهم وتضحياتهم. شراكة مجتمعية وألحان وطنية تغذي الانتماء وتعزز الولاء، إنها مسيرة ممتدة تسجلها الفرقة الموسيقية للشرطة، فمنذ انطلاقها قبل حوالي 100 عام استطاعت أن تصبح خلالها من أشهر الفرق الرسمية التي أثبتت نفسها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتميزت بالحضور الملموس والواضح في كثير من الفعاليات الوطنية بل والمهرجانات العالمية. نشكر جلالة الملك على هالأفراح والاحتفالات بمناسبة العيد الوطني، ونشكر وزير الداخلية على الأمن والأمان بمناسبة يوم الشرطة. كل شيء بحب أهني الشعب البحريني العربي الشهم بمناسبة الأعياد الوطنية، وبحب برضه أقدم شكري لوزير الداخلية وللشرطة وللجيش وللأمن على نعمة الأمن والأمان الموجودة بالبحرين، والله يديمها يا رب لشعبها ولأهلها بإذن الله تعالى. طبعا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة العيد الوطني ويوم الجلوس، وكذلك إلى وزير الداخلية بمناسبة يوم الشرطة، وإن شاء الله يديم الأمن والأمان على ديرتنا وعلى الشعب إن شاء الله. بيتهنى جلالة الملك على اليوم الوطني المجيد، وهنى سعادة وزير الداخلية على يوم الشرطة، والله يدوم الأمن والأمان على ديراتنا الغالية. لم تقف الفرقة على مفهوم فني واحد، بل تمكنت من تطوير العديد من المفاهيم الفنية الموسيقية ذات بريق خاص في الأماكن العامة لمشاركة المواطنين مناسبات عديدة، من بينها يوم شرطة البحرين والعيد الوطني المجيد. المملكة البحرين تنعم بنعمة عظيمة وهي وجود الأمن، والأمن فيها أمن المجتمع، الأمن العام، الأمن الاقتصادي، الأمن النفسي. الأمن النفسي الإنسان يشعر، حتى الزوار يشعرون بالراحة، إخواننا السعوديين وجميع دول الخليج والدول الأخرى لما تجي هنا تقول نشعر براحة، نشعر بأمان، مستحيل أحد يتعرضك، تجد الجميع يحترمك. رجل الأمن رجل محترم، رجل يقدر، رجل لا يمكن يتدخل في شيء أو يستغل وظيفته، فتجده هذا الرجل يؤدي الأمانة بكل صدق. يوم الشرطة والحمد لله على الأمن والأمان، ونشكر البحرين حقيقة. أنا أشعر والله في البحرين بأمن وأمان مثل السعودية، كأني في السعودية، وبيض الله وجيهكم وبيض الله وجيه أهل البحرين كلهم. حبيت أشكر الشرطة من صغيرهم لكبيرهم بمناسبة المجهود اللي قاعدين يسوونه عشان يحمون ديرتنا من كل شيء. ديرة معروفة أمن وأمان، ديرتنا الثانية، ما نعتبرها دولة ثانية أبدا. احنا كسعوديين، أنا من السعودية، أبدا ما نعتبرها دولة ثانية، هذه دولتنا وهذول أهلنا. نطلعهم من البداية كيف يستقبلون الأمن في الجسر، كيف يستقبلون الشرطة يوجهوننا هنا. مواقف كثيرة صارت لنا هنا، لا مع الشعب ولا مع الشرطة، كانوا دائما يد بيد واحد بواحد يعاملونا كبحرينيين، نعاملهم كسعوديين، ما بيننا فرق. الألحان التي تعزفها الفرقة الموسيقية للشرطة تعبر عن عمق التواصل والشراكة المجتمعية التي أصبحت عنوان يجمع شرطة البحرين وكافة مكونات وفعاليات المجتمع البحريني.